جيد 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 أن نخرج من الترهدين الإعلامي، الترهدين الإعلامي، ونسموا الأمور بأسمائها، ونظهروا ونبينوا أعداء تونس، المجرمة متاع تونس، اللي يدعو للتقاتل، اللي يدعو لإقصاء وإلغاء وفسخ جزء من الشعب التونسي، مع كل التشدق والترهدين متاع الديمقراطية والتوافق والقبول بالآخر، واحنا رانا ديمقراطيين. هو تكشفها من التصريحات. تصوروا انتوما المحامي اللي يترافع واللي يلوج على الأدلة ويؤمن بضرورة إيجاد القرائن وإيجاد الأدلة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويبدأ يتحاكم وهو في حالة صراحة أحيانا. تصوروا محامي، شوفوا تونس كيفاش نجم تكون تونس، مش تعرفوا أن الله عز وجل مازال ماخذنا برحمته. شوفوا حجم التهم، شوفوا منبر إعلامي يتفرجوا فيه الملايين من أولادنا ومن بناتنا، ومن اللي يحب يستثمر، اللي يحب يجي يستثمر، واللي يحب يعيش في تونس، واللي يحب يروح لتونس في الصيف. شوفوا شي نجم يتفرج في التلفزة على الملأ، على رؤوس الملأ، قناة يعني مشهد يعني في فضاء عام مفتوح على كل المجاهير الجماهير. اسمعوا ما يقول، اسمعوا شو يقول. كانت بامر من راشد الغنوشي شخصيا راسا، اللي صار في جربة، المذبحة اللي صارت البارح كانت بامر من راشد الغنوشي راسا، وما زالت الجهرين قايم، وراشد الغنوشي هو المخترق، وزارة الداخلية ووزارة العدل والامن والسجون، وما زال عندهم ناس قلتوا. أنا نحب نسمعه مرة أخرى، هذا أنا نحب نسمعه 10 مرات 20 مرة، نحب نحطه في كميونة وندور به تونس الكل، ونقول لهم أسألوا أي إنسان في العالم جملة من هذا النوع، شنو علاقتها بالسلم الأهلي؟ شنو علاقتها بمستقبل الدول؟ شنو علاقتها باستقلال القضاء؟ شنو علاقتها بشرف المهنة متاع محامي يدافع على الإبرياء وعنده المتهم بريء الآخر لحظة وهو بريء عنده؟ ها؟ باهي هات نسمعه مرة أخرى، مثالش نسمعه مرة أخرى. كانت بأمر من راشد الغنوشي شخصيا رأسا، اللي صار في جربة، المذبحة اللي صارت البارح كانت بأمر من راشد الغنوشي رأسا، وما زالت الجهرين قايم، وراشد الغنوشي هو المخترق، وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمن والسجون، وما زال عندهم يا سلام. معناها الاصل فيه يعني المصاد من حقها باش تغتال راشد الغنوشي، ما دام راشد الغنوشي هو ويعرف، هو روى هو حاجه الباهيه اللي هو يعرف اللي هي بامر بالتليفون، هز التليفون وقال لهم الجماعه في جربه اعطوهم شربهم، سربوا لهم شربهم، شربوهم قهوتهم، أعطى الكلمة راشد الغنوشي وهو في السجن، والسجن متاع البرنقية مخترق وكل شيء مخترق. الله أكبر كبيرة، الله أكبر عليك يا تونس، الله أكبر عليك يا تونس الغالية، أن المجرمة في ثوب محامي تفتح لهم منابر التلفزيون تحت الراعي الأكبر للإرهاب العائلي والإرهاب الأخلاقي والمسخ الثقافي الهايكة، ويتكلم كما شاء. بالمناسبة المجرمة اللي مستضيفاته راهو أنا صارت معايا حكاية، طلبت حق الرد، راهي ما تعطيش حق الرد المجرمة. ألا مريم، ألا مريم، يا قاضي أقضي يا قاضي السماع. بالمناسبة لا تؤمن ولا تعطي حق الرد إطلاقا، وتقولوا تونس المطرة، وتقولوا تونس قرأت أولادكم، وتهزوا يديكم وتقولوا يا ربي ألطف بينا. لطف بينا، علاش لطف بينا على الاخر، لطف بينا على الاخر، وهاو باش تعرفوا شكون الارهابي في تونس. هاي مايا جولدا مايير تقولكم شكون الارهابيين في تونس. يعني انت ارهابي، لا تحتاج لا تحقيق
ولا باحث ابتدائي ولا جلسة سماع ولا جلسة تحقيق ولا دائرة اتهام ولا حاكم تحقيق ولا تعقيب ولا استئنافي ولا جناحي ولا جزائي ولا أي شيء. أنت إرهابي في كلمة صغيرة برائحة الويسكي تنجم تسمعها في إذاعة في تلفزة اللي تكلم في سفير فرنسا ومشيت قالت مشيت صلبته على راسه بقيام الليلة وعطاها الصحيح متعين في الحكومات ومورطة في عصابة 25. أما ما تمشيش ما تتوقفش تتوقفش باش تعرفوا أعداء تونس الحقيقيين. اسمه اش تقول ترى أنت كي بتجي تشوف تقول هذايا شكون الإنسان اللي هو يحب عمدا يفشي سر كيما هذايا باش يحبط عملية إرهابية. هو عادة تقول شخص لهنا هي تحكي على خليفة القاسمي الصحفي اللي تم الحكم عليه اليوم بالسجن 5 سنوات بعد ما كان تعامل 5 سنين. هي تحكي عليه وتبرئه وتنزهه وفي السياق تقول ما تقول. تفضل. كان عنده ميولات لعله مع جماعة الليبيين خوانجي. احنا الناس كل تعرف خليفة القاسمي بالعكس، خليفة القاسمي ماهوش انسان خوانجي حتى طرف، بل بالعكس معناها ضد الخوانجية والناس تشهدوا بكفاءته ومعناها عنده عديد الخصال وله بوصلة صحيحة خليفة القاسمي. فلا اتصور اللي خليفة القاسمي قام بالمسألة هذه عمدا، قد تكون هفوة، قد يكون حب يمشي يجري على السكوب، قد تكون حب يجري على سكوب جهة أمني أعطاه معلومة كيما هذيك. ولهنا كيما كانت تحكي أمال من الأول لهنا معناها فمصنوعية، على خاطر العباد كل اللي يخدموا في الميدان هذايا راهم كل يوم تجيهم تليفونات وتجيهم معلومات معناها كبيرة ياسر من نوع هذايا، ولهنا صنوعية تظهر في التقليل من الخفة. وواحد يقول أنا كي نخرج الأخبار هذايا باهي باش نربح سكوب، لكن من بعد شنو ما لي ريبيركسيون بتاعك؟ لازمك تحسب الريبيركسيون قبل ما تحسب تقول أنا عندي سكوب. لكن هاني قلت لك في الأخر أنا ما نجمش بالكل نتصور اللي خليفة القاسمي كانت عنده نية في إحباط العملية الإرهابية. دونك الجانب العمدي غير القصدي والعمد غير موجود في هذه القضيه. دونك ومن هنا يكون الخمس سنين مش برشا. ونجاوبك هنا نقول لك عندك عمليه. اعطينا خليفه القاسمي ماذا كتب. اعطينا خليفه القاسمي. هو خليفه القاسمي كتب عاجل خبر صادم قضت محكمه الاستئناف في تونس العاصمه بادانه الصحفي خليفه القاسمي والترفيع في الحكم من عام الى خمس سنوات سجنا 5 سنوات. ملاحظة هامة، الحكم لم ينص على النفاذ العاجل، يعني باش نبقى في حالة صلاح في انتظار قرار محكمة التعقيب. توضيح هام، الحكم صدر على خلفية مقال صحفي منشور بموقع إذاعة موزايك، وحسب التحرير وكل الهياكل المهنية المحلية والدولية لم يتضمن أي خطأ مهني. هذه وضعية الصحفي في تونس وهذا ما تريد السلطات بالبلاد التونسي. أوكي، بعده شنو ثم؟ بعده نعم ثمن مقال صحفي 5 سنوات سجن صناعة الخوف. صابر النفزاوي، ماذا تعلق على هذا الحكم وهذا الصمت شبه المطبق لهياكل المهنة في مجال الصحافة والإعلام، أن الناس يدخلوا الحبس على مقال مهما كان هذا المقال، ما له إلا مقال. تفضل. ما يجب أن أقوله ابتداء هو أن الاستهداف الرسمي لأي إعلامي أو مؤسسة إعلامية مهما كانت دناءة هذا الإعلامي أو دناءة هذه المؤسسة الإعلامية يجب أن يتعامل معه على أنه استهداف رأسي لحرية الإعلام ومحاولة سلطوية لتأميم الفضاء العام. علاش؟ لأننا في ظل سلطة انقلابية تشكو خلل في الشرعية والمشروعية ويحركها هاجس الهيمنة لا التنظيم، الهيمنة على المشهد الإعلامي لا تنظيم المشهد الإعلامي. وبالتالي مسألة الشماتة في هذا الصحفي أو في تلك المؤسسة الإعلامية أراه يعني تصرف أو رد فعل غريزي غير عقلاني. العقلانية تقول أننا يجب أن نقول ضد مثل هذا الاستهداف لأننا في سياق، طبعا السياسة سياقات، ونحن في سياق انقلابي ينذر بالاستهداف. وبالتالي كل ما تعرضت في هذا الاتجاه يجب ان نقراه على انه استهداف رئاسي لحريه الاعلام. حاب نرجع لكلام عبد الناصر العويني بالله. نعم. عبد الناصر العويني يعتبر معروف انه هو كتله من الحقد الايديولوجي. وعندما يتحدث بتلك الثقه وتلك القطعيه وتلك اليقينيه
فذلك يجب ننظر عليه على أنه قرينة إدانة. رأوا الحزب الأمني القضائي السليم يجب أن نتعامل مع كلام عبد الناصر العويني على أنه قرينة إدانة ضده. أنت مين تعرف أنه راشد غنوشي؟ من جاتك المعلومة على الأقل؟ بينوف هو راشد غنوشي عملها ولا هو تكلم ولا هو كذا؟ كيفاش عرف؟ أقل شيء يحقق معه من كيفاش؟ هذا هو التعامل القضائي الطبيعي العادي. حاجة أخرى في علاقة بالله بكلام مالك قصوري، كالعادة تردد في نفس الكليشي، يعني إخوانجية إخوانجية إخوانجية. هذا الوصف الإيديولوجي هو يدخل في إطار ما يسميه تيان باليبار العنصرية الثقافية أو العنصرية التفاضلية، يعني راسيزم كولتورال، بمعنى تلك العنصرية التي تقوم على عناصر غير عرقية غير بيولوجية، أي على عناصر هوية فكرية على أساس تبنيات الهوية للشخص. هذا الوصم بات ممجوجا وبات استوانة مسروقة يردده الكثيرون، وطبعا هم يعتقدون أنهم يرددون عبارة محايدة ولكنها غير محايدة في بيت الحال. هذه عبارة تشبيهية، عبارة تستهدف كل من له نفس إسلامي في الحقيقة. الإخوانجية المقصودون أو هي الاسم، هو الاسم الحركي للمسلمين. تقول إمام القصوري بالنسبة لي أنا الإخوانجي هو المسلم مش الإسلام. جميل جميل جميل، بارك الله فيك يا صابر، يعطيك على هذا القدر من الوضوح والتوضيح. الإخوانجي بالنسبة لها هو المسلم، المسلم نعم الغالب سي صابر، خاطر اللي علموا فينا في الديمقراطية ما خذيناش الوقت باش نبينوا شنو مشاريع الإلحاد والكفر اللي كانوا ينشروا فيه لا ربي لا محمد لا دين لا أخلاق. كانوا يعلموا في بناتنا في الجامعة كيفاش يعملوا المساكنة مع الطلبة في إطار التمرد على الأخلاق وعلى الأعراف البالية والعادات والتقاليد المذرحة متاع جدودنا ومتاع ديننا الحنيف هذاك كله هذاك. وبالتالي فالمسلم المسلم هو الإخوانجي. شكرا جزيلا لك على هذا الوضوح. ثم نحب